تونس بعد جابت لنا حسب ارنولد تويلبي اللي هو من اكبر المؤرخين في العالم وانجليزي، ما نجموش نتهموه كونه يحبنا حبك نار كما يقول ارنولد تويلبي، يقول لك اكبر فكر تخلق في التاريخ اكبر حتى من اينشتاين. لينين وقت اللي عمل لي تيز دافريل والبلاش في احتلوا في المراكز الحساسه في سان بيترسبورغ، يقرا هو ماكسيم غوركي في المقدمه بتاع ابن خلدون، الرصاص يخيط هو يقود في المعركة ويقرا في ابن خلدون. بعد قال له علاش ما اكتشفناش من قبل هذا؟ المبادئ نتاع الماركسية أغلبها موجودة عند في المقدمة. كيفاش الجيون كيما هذا ما اكتشفناش؟ وتعرفوا حتى التوانسة كي كتب ابن خلدون مشى ماك تعرفوا. خرج من تونس عمره 20 سنة، هجوا واحد اسمه ابن عرف المفتي. واحد هكا ومش مغلط برشا، لكن في جامع الزيتون يشوف ابن خلدون ما هو يقروا كل واحد عنده عرس. ابن خلدون صغير ومع ذلك عنده برشا تلامذة يسمعوا فيه، وابن عرف اللي هو المفتي من ورغمة من الجنوب ما يحضروا له حد. عاد ولا يمشي للسلطان يقول وراه ابن خلدون البارح ما جاش صلى صلاة الفجر، هذاك باش يشدوا. راه ابن خلدون ما خرجش زكاة الفطر ولا شنو. كي شافوا عبده خلاها لهم مشى الفاس مع المرينيين غادي يقرا عند الآبلي الفلسة، وبعد مشى القاهرة. اي هذيك دخلت في الرواية في الرواية في الرواية يعني حاجة يعني. وبعد مشى لمصر، في مصر الشيخ خاطر يسماها بلاد الصنايع وبلاد الحضارة، والمقدمة نتاعو كتبها في جنوب الجزائر جنوب وهران تو قلعة بني سلامة، قعد 4 سنين عايش وحده، ويجي من جنوب وهران حتى المكتبة نتاع جامع الزيتونة باش يثبت في مرجع ويحكي كيفاش القطاع الطرق يتخبى هو والغلام نتاعو، وجايب الودك القديد والسويق البسيسة إلى آخره باش يثبت في حوجات في مرجع. وأنا مرات بعض الطلبة سمع الله ربي يسامحهم نقري في 9 فريل نبعث للمكتبة الوطنية خطوة، يقول لي مشيت قعدت نص ساعة نستنى ولا فديت ما جابليش الكتاب. قلت له ابن خلدون جاي على كروش نتاع بهيم، كروش نتاع بهيم 800 كيلومتر ماشي وثمانية متر باش يثبت في مرجع وانت قلقت فيه ساقي، لطف عليك است تحسب سهل العالم في باله كاينه ماشي للمرشي ماشي يشري دلاعه ويروح. يلا غالب هذيك انا بالنسبه لي تونس دخل التاريخ مع الفينيقيين، وتاريخنا مش مرقازه مش تقص منها حويجات تعيشهم حويجات تحتفظ بهم، لا. انا كي درست الشخصيه التونسيه ثبتوا في الكتاب حطيتها في بدايه القرن 21 حد بتاريخ، خاطر ثم يسموها يسميه سميرامين التشوه الثقافوي. التشوه الثقافي اخطر حاجه في الناس اللي يدرسوا الثقافه، وانا تو قاعد نحضر في كتاب على الثقافه التونسيه، هو انك تجي تقول كيما يقولوا ليزوكسيدونتو احنا عندنا خصوصيه وكونوا نحن صنعنا اعظم حضاره في الدنيا، والشيء هذا موجود عندنا منذ الاغريق، يبدو تاريخ من وقت الاغريق. تقول له علاش ما تبداش هو من مرحلة أخرى؟ يا أخي بين اليونان ومصر الفرعونية اللي 4500 سنة وحضارة عظيمة على مرمى حجر، يقول لك لا هذاك الشرق أونتريجيم الشرق لوريون، الغرب هو اليونان وتوصلنا. دونك احنا تخلقنا ولهنا تجي الراسيزم، أنه بطبيعتنا عباقرة. روصلوا الفرنسيس في الجامعة الجزائرية متاع الطب وقت اللي ماكيزار طلعوا سيكوند يقروا في كلية الطب سيلوبليا أنه الجزائري عنده كروموزوم زايدة متاع الأجريسيفيتي، يقروا فيها في كلية الطب أو في كلية الأدب، ولا يقول لكم يسأل كلية الطب عنده كروموزوم زايد كيفاش يدافع على بلاده. معنا العلم اختلط بالإيديولوجيا ندابة كبيرة.